عسلامة مسيو. الله يسلمك. مرحبا. لاباس؟ لاباس وانتوما؟ بيان الحمد لله. الحمد لله. قدم لنا روحك. حمزة من الجزائر العاصمة، سائح يعني في تونس، عندي حوالي أسبوع وأنا هنا. يا الله. مرحبا بك وتحية لأشقائنا الجزائريين الكل. لك الخير إن شاء الله. شكرا. مرت لي ديما تجي لتونس؟ صراحة المرة الأولى. بالحق. أول مناسبة سافرت مقبل يعني تونس، هذه أول مناسبة. يعني راضيت مقبل، كنت جيت مقبل خير. يعني ما شاء الله يعني. شنو عجبك؟ ناس ظرافة، يعني تنوع، يعني حمامات، يعني كنت في الحمامات، يعني استجمام بها. هنا في تونس العاصمة الله يبارك، شوفي نظافة كما يقولوا سانتوريني إفريقيا الله يبارك. هنا العالمية. ما شاء الله، يعني مشاكل ما كاش، الأمن ما شاء الله، الأسعار كويسة يعني شابة، ونحبوا تونس برشا برشا. حتى احنا نحبكم برشا. الله يسلمك. اخترنا باش نحكيه على وضع الشباب في المغرب العربي. انا اما وضع الشباب احكي لي شوية. وضع الشباب يعني من اي ناحية؟ اقتصادية ولا من ناحية اقتصادية؟ يعني وضع اقتصادي شوية متدني تاع الشباب، يعني عنده شابيبة عندها طموحات كما اي في العالم، لكن في المغرب العربي بما انه الاقتصادات شوية شوية يعني ما تمكنناش نديرو كاع واش نحبو، يعني من ناحية القدرة الشرائية ولا من قدرة فما عزوف عن الزواج زيدا. عزوف عن الزواج بالطبع، المتحدثة قدامك. نتيجة البطالة ونتيجة الظروف متاع الشباب في المغرب العربي. نتيجة الغلاء المعيشة أولا، الزواج مسؤولية، ورانا نشوفوا كثر طلاق، يعني هاد كثر طلاق ولا الخلع، والمراه تدي بزاف، وبون كي يكون ظالم راجل يعني من حقها. احنا مازلنا ما وصلناش للزواج. يعني على جال هذه العفايس اللي يشجعوا الناس باش ما يتزوجوش، ما قري هو زواج يعني ملح سنه الحياه. بعد الخدمه. بعد الخدمه بالطبع، بالطبع بعد الخدمه ان شاء الله الواحد يخدم ويدير سيتياسيون يكون مسؤول ويتزوج، سي نورمال، واللي عنده ربي يزيد له ان شاء الله. اكيد ان شاء الله يا ربي. اللي قاعدين نلاحظوا فيه انه شباب المغرب العربي قاعد يهاجر لاوروبا. صح. انا بور مو كما يقول الخبز والماء وراس في السماء، نريح في بلادي معزز مكرم، ولا نروح لها نتغرب، يعني نروح لها سياحه، انا بور مو سياحه لاوروبا، نعاود نولي بلادي تحيا بلادي. ترجع الوضع المعيشي ما عادش يشجع الشباب معناها باش يبقى في بلاده؟ بالرغم انا الوضع المعيشي يعني عادي متوسط، بصح وشنو ما مانيش حاب نروح، يعني مش دايره في بالي، اخدم في بلادك تاجر نافيغي ان شاء الله حتى تعيش تروح لتما. يعني الشباب تاعنا نشوفهم في بلادهم ما يخدموش خدمات، يتكبروا عليهم كي يروحوا لتما لاوروبا يخدموهم ويسكتوا ويروحوا يتصوروا في توريفال وفي بيرلا والانجليز والا بيان زعما، بصح هي الواقع حاجه واحده اخرى كاع. اللي هو شنو هو الواقع؟ الواقع باللي راهم يسوفريو، ما يقدروش يخبوا، بون كاين اللي يقدروا يخبوا، مي لا بلي بار كاع يتيك شغل المعيشه صعيبه تما، كيما هنا كيما لها، كيما راهي غاليه هنا في بلادنا كيما راهي غاليه لها في لورو. وتما مليحه سياحه برك، انا بور موا مليحه سياحه. يمكن يشوف انه معناها مستوى الاجور في اوروبا اكثر وخير. مستوى الاجور صح في اوروبا تخلص 1800 اورو اللي هي بدراهمنا 400 الف دينار جزائري، ولكن 1800 اورو تروح لك قاعدتك في الكرا وفي تريسيتي. احنا مثلا الغاز في الجزائر 300 دينار كل 3 شهور، طاح لك 1.5 اورو كل 3 شهور. تما في اوروبا الغاز يطيح لهم 400 اورو 200 اورو ما نعرف شحال، يعني دراهمهم كاع يصرفوهم في الامور هذوما اللي في خيادهم. قداش نسبه الشباب الجزائري المهاجر الى اوروبا؟ بزاف، نسبة كبيرة، نسبة المصرح بها يعني قانونية حوالي 6 ملايين ل 7 ملايين مواطن بدون أوراق، يعني بزاف بزاف بزاف، يعني في كل حومة كاع في الحومة كاع فرغوا، يعني شباب كاع هجرت لأوروبا، اللي توفى ربي يرحمه، اللي وصل إن شاء الله ربي يوفقه وخلاص. هذا حسب ما شفنا فما شباب من الجزائر يخدم ووضعيته سافا، رغم هذا التجأ للهجرة الغير شرعية. صح، كاين الناس عندهم يعني كما يقولوا بالعاميه تاعنا عنده دوده تخدم له يلزم يروح لوروب. ينحي غايه في نفسه يعقوب، هو حاب يروح لوروب، ما قري هنا كان بسياره بدار دراهم باباه ولا يماه موفرين له كل شيء، ما حمدش ربي ولا ما عرفش باللي حسبت لهم تما تروحي تلقى الاورو طايش في الله دول، يعني ما ملهيها صعيبه. شنو الاسباب؟ الاسباب يحب يعيش افضل من
المتوسط معناها. قلت لهم انا اوروبا رحت لها اختي. رحت لها في 2014 رحت لفرنسا. سياحة انت يعني سياحة بالطبع سياحة رحت لها. الاسباب هما حسبت لهم واش تشوفي في بليسيتي ولا في الفيلم ولا هكذايا حسبت لهم تلقاي هذيك الحاجة هي نو. يعني كاين الا من رحم ربك كاين اللي تصح لهم مي صعيبة. انا بور مو نحب بلادي نحب نعيش في بلادي هذا ما اي واحد ماذا به يعيش في بلاده. اي واحد اي واحد يعيش بلاده وان شاء الله ان شاء الله ربي يوفقنا وخلاص هذا ما كان ندعيو ان شاء الله نتسبوا احنا ثاني الواحد يتسب ماشي رياح و... الشاب الجزائري ساعات هكا يقول لنا مثلا ما نجمش نوفر دار ما نجمش نوفر سياره في الجزائر يعني صح. خدمه نتاع مصروف وكا خدمه يعني تاعنا شهريه تروح لنا غير في التنقل وفي الاكل مصاريف اليوميه كاش ما تشري عفسه خفيفه يعني سياره ولا سورتو منزل ولا الحساب نتاعو يبدا فارغ والمنزل بزاف 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 غالي بشهريه. قداش المنزل في الجزائر؟ بالاورو نقول لك ولا بالاورو حوالي سبع في العاصمه بدا من 75 الف اورو هكذاك وطلع منزل عادي منزل عادي يعني بشهريه تاع الاخر ما يقدرش يشريها بصح ولكن الدوله وفرت كان يعني بعض الصيغ يعني عاديه السوسيال قلت لي صحت له لي صحت له يدي سكنه باطل من عند الدوله اللي ما صحتلوش كيما هنايا يصبر وخلاص وشاهد ولا يكري ولا وضعيه الشباب العاطل عن العمل في الجزائر يظل خير من الدول الشقيقه بما انه عنده منحه بطاله صحيح جوستومون الدوله دعمت شويه الشباب هي منحه يعني ما الحمد لله واحد يمشي بها حواله حوالي 100 دولار هكذاك امريكي كل شهر بيد ما يلقاو لك خدمه تروحي تخدمي ومن بعد سيبو ما تجيش تدي هذيك البريم. منحه البطاله في الجزائر حفزت الشباب على العمل ولا؟ يعني بلا مزيتو يخدم سينو ينحوها له باسكو كان الدوله تلقى لك منصب عمل وما تخدميش ما تروحش تخدمي نحو لك منحه البطاله هذه. تسمى يخدموا بالرغم من الاجور متدنيه مي اوبليجي يخدموا. متدنيه قديش؟ متدنيه قيس زيت قيس الملح يعني تخليك تمشي امورك من ناحيه الطعام تنقل كاش ما لابس هكذا ولا وسيبو كاش ما الواحد يعاون قيس ما يعاون روحتهم يعني ماشي باش ترفه بها. يعني احسن شهريه واقل شهريه قديش في الجزائر؟ احسن اقل شهريه يعني حوالي بالدولار ولا بدينا الجزائر نقول لك؟ قول لي بالدولار. بالدولار حوالي 150 دولار هذه يعني لا باز يعني قيس حاجه مليحه واحد 300 400 وطلع الواحد يعني عادي يعني مش 400 دولار احسن شهريه؟ لا كان اللي يخلصوا اكثر. نخلي لك الكلمه الاخيره. ان شاء الله نتمنى يتحسنوا الاوضاع تاع خصوصا كل الدول الاسلاميه وان شاء الله ربي يديهم الخير والسلام وهذه ترشحهم على زياره لتونس ولا؟ بالطبع ان شاء الله مرحبا بكم خاوتي وتونس بلاد شابه وناسها مضيافين ما شاء الله.